أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو أن رجلا رمى صيدا وبحث عنه فلم يجده ثم بعد يوم وجده، فهل يجوز أكله أم أنه يعد ميته؟ كما سمعتم في الحديث، إذا غاب عنه ووجده بعد ذلك فإن لم يجد فيه إلا أثر سهمه فلا بأس أن يأكله، ولهذا قال: إن شئت فكله إن شئت، إلا إذا أنتن وتعفن فلا ينبغي له أن يأكله. نعم.